المعبر يتسع لنا معه، فتفضل. بل عليك أنت أن تتراجع وتفسح لي السبيل. مازن، ما أسأت إليك قط، بل كنت دائما أكن لك المحبة والاحترام، فلماذا؟ لماذا هذا الانقلاب المفاجئ؟ لأنك أسأت إلى أختي وأهنتها. وأنت أيضا أسأت إلى أختي وأهنتها، بهذا تعادلنا. نازلني إذن، إن كنت رجلا واثق لأختك. لقد سامحتك لما فعلت، لكنني لن أسامحك لما ستفعل. تجنب الشر يا بني وتصافحا، أنتما بمثابة أخوة. هل يرضى الأمير هميم بمصافحة يد عدوه؟ نحن لسنا أعداء، متى تفهم ذلك يا مازن؟ لطالما علمت بأنك ضعيف، لكنني لم أحسبك بهذا الجبن. أطبك سرك أيها الشاب، فأنت تهرف ما لا تعرف. اذهب بعيدا أيها العجوز، فأنا لا أحفل بتأديب الشيوخ أمثالك. إنني هدفك يا مازن وليس هو. أعد سيفك إلى غمده، أنا ما أسأت إليك قط ولا إلى أختك. مازن، ماذا تفعل؟ لا تقلق يا سيدي، كان مازن يريني مقبض سيفه الجميل، فأنا أود أن أمتلك مثله. حين تحسن استخدامه يا حضرات، ولكم منا أجمل التحيات. سنروي الليلة لكل من شرفنا وحضر حكاية مليئة بالعبر. أم عامر وقبل كل شيء هو لقب للضبع، والحكاية أن قوما قد خرجوا إلى الصيد، فعرضت بهم أم عامر في الجرد، طردوها وطردوها، وإذا بهم يلجئوها إلى خباء أعرابي، فدخلته وهو المجير الأبي. رأى الأعرابي الضبع خائفا وذليلا لا إذا بمأواه، فاستل سيفه وهب في وجه من ناداه. قال: ويلكم، ما شأنكم؟ قالوا: صيدنا، طريدتنا. قال: كلا وألف كلا، لن أسلم مستجيرا بي. فعادوا وتركوه، وإلى ابن عمه اشتكوه. يبدو أن في الحكاية عبرة، دعونا نكمل السهرة. عاد الأعرابي إلى الضبع الذليل، وهو الذي أعياه الجري الطويل، فسقاه ماء ثم حليبا حتى استراح وأقعى منه قريبا. فالضبع اطمأن والأعرابي استأمن، وبينما الأعرابي مغمض عينيه وثب الضبع عليه، بقر بطنه وافترسه. لم أتوقع قدومك يا زينة. أما زلت عازما على الاقتران بنسرين؟ وهل تششمت مشقة القدوم إلي في هذا الهزيع الأخير من الليل من أجل سؤال كهذا؟ أجبني، أجبني فقط، أريد أن أعرف حقيقة عواطفك. لا داعي بأن تحرجيني بلقائي هنا في قاعة العرش ونبكي أمورنا تحت طي الكتمان. ما أنا فيه لن يجدي معه الكتمان يا سعيدة. وماذا تقصدين؟ إني حامل. يعني أن مازن سيصبح أبا قبل الزفاف. إنه ليس ابن مازن. أفهمت ما تعنيه؟ أقسم لك بكل المقدسات، إنه طفلك يا سعيدة.
لا طفل مازن. وهل يعلم أحد آخر بحملك؟ أجل، هي ماما تكتشفت وبدران بارك زواجي من ابنه ظنا منه أنني سأنجب له حفيدا، لكن سرين تشك. تخلصي من الطفل، تخلصي من الطفل. ماذا؟ تخلصي من طفل الخطيئة. ظننت أنك ستتراجع فترفض نسرين وتتزوجني ونحتفل بالطفل. ليتني أستطيع يا زين، ليتني أستطيع. الرعية لن ترضى به ملكا، أنا الذي لا يجري في عروق دم النبيل إلا إذا اقترنت بنسرين. لا أرغب في الاقتران بها، ولكن ما المشكل طالما الجميع يظن أن الطفل لمازن؟ فلنبقى على علاقتنا كما هي، ستتولى الأقدار إزاحة كل من يعترضنا. ما رأيك؟ أعيدت تسمية القتل، لأطلق عليه اسم ساعدة. ساعدة، يا من رعيته طفلا وعطفت عليه فتى واصطفيته شابا وغمرته بعطفي ثقتي وعطاياي. ابقى إلى جانبي يا ساعدة، فلم يعد لي إلاك. ابقى. كيف سولت لك نفسك أن تخبئ هذا الحقد الدفين على من اعتبرك بمثابة أولاده؟ ظللت تكذب وتكذب حتى حانت اللحظة التي كشرت بها عن أنيابك وأبرزت مخالبك. عليك لعنة الأبدية يا ساعدة، لن أرى وجهك بعد الآن. إن عدت إلى هنا ثانية حل سفك دمك.
جئتك يا حبيبتي وقرة عيني لأشكو لك وجعي كالعادة. لقد رأيتك البارحة في المنام، فما الذي يغضبك؟ كم كنا سعداء عندما كنت صغيرا أرعى الأغنام وكان أبي يجمع الحطب وأنت تزرعين أرضنا. أتعلمين أنني كبرت وصرت أنا الملك، فلماذا كبرنا؟ تغيرت جلودنا وأرضنا. هل أقتلك؟ هل أقتلك فأثأر لأبي وأخوي بطعنة سأني عذابي؟ ولكن أن أقتلك هكذا غدراً وأضرج هذا القبر الناصع النقي بدمك الملوث بالحقد، لا، يجب أن يكون موتك عقابا علنيا يراه الجميع ويعرف سببه الجميع. صبرا صبرا. أتعلمين أنه سيكون لي ولد وأنه كتب علي أن أحرم منه؟ كم كنا سعداء وأنا أرعى الأغنام وأنت تزرعين أرضنا أبي يجمع الحب، لماذا كبرنا وتغيرت أرضنا؟ لماذا؟ يا ماما، يا ماما. زينة، ما الذي جاء بك منذ الفجر الباكر؟ لا فائدة، لا أمل، سوف أضحك ذات يوم أقهقه فيه حتى أنفجر. لكن يا ماما، ألا يمكنك أن تخلصيني من الطفل؟ لا يا زينة، لا أستطيع أن أفعل ذلك، لا أنا ولا غيري. بعد كل هذا الوقت في هذا خطر على حياتك، يجب أن تجدي لي حلا، يجب يا ماما. لا أقدر يا زينة. ثم هل عرف مازن بأمر الطفل حتى تطلب مني أن أساعدك في التخلص منه؟ لا، والأفضل أن لا يعرف. ألا تفهمين أيتها العمياء ذات النبوءات الكاذبة؟ مازن ليس أباه. قال لي قلبي ذلك فأنكرت. من إذا؟ وهب؟ بل ساعدة. ساعدة هو الذي أنكر الاعتراف بطفله. لماذا صمتي؟ من هناك؟ من الذي جاء؟ سيدي الوزير، أهذا أنت يا سيدي؟ سيدي، ماذا بك يا سيدي؟ زينة، زينة، زينة. ماذا تفعلين هنا؟ ماذا ذا الوزير؟ طفلك الذي تحمله الزينة في بطنها قتله يا ساعدة.
أجل، أنت تعلم يا سعيدة إنه ابنك، فلماذا تنكر؟ اصمتي! لو علم أحد بما دار بينكم من حديث فسوف أقطع لسانيكما بسيف هذا. أسمعتما؟ ما الذي حدث؟ كفي عن البكاء يا مياسة وكفكي في الدمع. وأنت يا مازن تذرع بالصبر، ما حدث قد حدث، علينا مراسم يجب أن نقوم بها. يا ماما، ما الذي حدث؟ وأنت لماذا لا تقولين شيئا؟ كأنك تخفين سرا. لا تقسو عليها يا مازن، كان أباك وستكون زوجتك، ثم إنها تحمل في أحشائها طفلا هو من صلبك. أمتأكدة أنت مما تقولين؟ حتما يا مازن، فالنساء في هذه الأمور أعلم منا نحن معشر الرجال. أيعلم الجميع إذن إلاي؟ لماذا أخفيتم عني ذلك طوال الوقت؟ أنا لم أكن أعلم. ولكن أبي علم فصدمه النبأ وقتله. أيقتل الحفيد جده قبل أن يرى النور؟ أي خطيئة بدأنا بها حياتنا؟ هدئ من روعك يا مازن، ستعود الأمور إلى نصابها. أي أمور وأي نصاب يا سيدتي؟ بعد أن مات أبي بسبب زينة لن أتزوجها، وبيني وبينها حد محرم علي أن أتجاوزه بعد اليوم. تمهل يا مازن. أرجوك يا أخي أعفني من الانصياع لرغبتك هذه المرة، إذ أنني غير قادر على تلبيتها. زينة يتمتني وأنا سأيتم ابنها حتى ولو كنت أنا أباه. اذهبي، لقد جلبت لي التعاسة منذ التقيتك، فتلطخت يداي بالدم وقلبي بالسواد. أصيب بنوبة في غرفتي يا ماما ومات على الفور. ترى هل سيؤجل ساعد موعد زفافه؟ لا أحد يعلم ما الذي يضمره ساعد. أما مازن فأعلن رفضه الزواج من زينة لأنه يعتقد بأنها هي السبب في موت أبيه. يجب أن نقف معه في هذه الظروف، رغم كل ما فعل فمعدنه أصيل. حذار يا هميم، فمازن في قمة الانفعال، ولا أريد أن يتحول عزاؤك له إلى شجار. يا سادة يا كرام، وفي قوله مغزى وراء الكلام، وقبل أن يحتدم الصدام بدأ سعفان الكلام. ولكن توقف توقف، ما الأمر يا وضاح؟ يجب أن نتحدث عن مقتل وهب وعوف على أيدي الطاغية ساعد وأخيه مازن. ما الذي عاد بك من غير طعام؟ عدت أحمل لكم خبرا لا يسر، مات الوزير بدران. رحمته السماء، كان رجلا طيبا. كلهم من طينة واحدة، ولكن المهم كيف مات؟ هنالك شائعات تقول إن زينة هي التي تسببت في قتله. كنت أتوقع ذلك.
ليس هذا هو السؤال المهم. الأهم بالنسبة لنا أن نعرف فيما إذا كان حفل الزفاف قائما أم سيؤجل. يجب أن أتسلل إلى القصر ثانية لأقابل الأميرة همين. ساعدة، كنت في طريقي إليكم. تقبلوا مني عزائي. أعتقد أن الزفاف الملكي سيؤجل الآن. لا، لن يؤجل شيء. أيعقل أن تحتفل بزفافك ونحن في هذا الظرف؟ اسمعني جيدا يا مازن. ماذا عسانا أن نفعل أمام القدر؟ فرغم الحزن الذي يعتصر قلبي، فإن واجبي يحتم علي أن أبدي الفرح أمام رعيتي. إن زواجي من نسرين سيرجع إلى المملكة استقرارها. لكنني كما أقسمت، لن تزف قاتلة أبي إلي. يا مازن، إنها لم تفعل شيئا يستحق هذا، فلا تقسو على زينة كثيرا. ثم لا تنسى أنها تحمل في أحشائها طفلك. ماذا قلت يا أمي؟ حسنا، سأستر الفضيحة، ولكن ليس بزفاف علني. فبعد أن تلد الطفل لا أريد أن أرى وجهها. كما تشاء يا أخي، ولكن بالنسبة لي لن يؤجل الاحتفال في أي حال من الأحوال. اسمح لي إذن أن أقترح أن تستغنوا عن مظاهر الفرح احتراما لروح وزيركم المخلص. وهل يكتمل احتفال دون هذا؟ سأتدبر الأمر بتقديم ما يناسب فرحكم، فهل تأذن لي؟ لا مانع لدي، افعل يا هميم، افعل، لعل مازن يقر بالا ويرضى. من أنت؟ ثعلبة؟ من أنت؟ لا تقلق يا ضمضم، أنا الزغل. مولاي، اجلس. لم أعد ملكا منذ زمن طويل. أين ثعلبة؟ ذهب يبحث لنا عن طعام نأكله. توقعنا أنك حي ترزق، وأنك أنت من كان يحضر لنا الطعام بين الحين والآخر. هل سيتأخر؟ لا أدري، فالبحث عن طعام في مملكة الجوع أمر شاق وعسير. أخبر ثعلبة أنني بخير وسأطمئن عليه فور عودتي من القصر. أنت عائد إلى القصر يا مولاي؟ أجل، لن أدع رفيق عمري يوارى التراب دون أن أودعه. مولاي الوزير مات. خذني معك يا مولاي، خذني معك أرجوك. وماذا ستفعل في القصر؟ هل ستؤنب ابنتك زينة؟ بل لأطمئن على مازن أتوسل إليك. خذني معك. لكن ثعلبة سيقلق عليك. لن نتأخر، ربما نذهب ونعود قبل عودته. حسنا، ولكن يا ضمضم يجب أن تستمع إلي في كل ما أمرك به. هيا. أمرك يا مولاي. اعتني بنفسك جيدا ولا تخاطر. أرجوك أبلغ سلامي لسلمى وعزائي الشديد لمياسة. لا تقلقي. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أشعر بدوار في رأسي. اختلطت علي الأمور يا هميم، كمركب تقاذفته الأمواج، أجزاء تتبعثر على الشاطئ وأجزاء تضيع في قاع اليم. مركبك لم يبحر في الاتجاه الصحيح يا مازن. أمرك عجيب يا هميم،
هل تذكر عندما حسدتني لأنني سأغادر هذا المكان؟ بينما أنت تعود إلى هنا طامعا في كل شيء. أنا أطمع في العدالة فقط. ثرثرة كتب. ثم ماذا تعني أنني أبحرت في الاتجاه الخاطئ؟ هل تعني أن أبحر باتجاهك؟ لا، ولكن ليس باتجاه ساعدة. لا تأتي على ذكره يا هميم، ولا تفرغ أحقادك الدفينة. ساعدة أخي وملكي. ولاؤك الأعمى لساعدة أعماك عن رؤية الحقيقة. ساعدة شر كبير يحيط بنا. لا تسرف في الكلام. لن أثقل عليك. كل ما أرجوه منك أن تتأمل. أتأمل ماذا؟ كل ما حدث، كل ما حدث. ولكن تذكر أن للحكاية نهاية دموية، وما يحزنني أن سيفك يا مازن لعب فيها دورا مخزيا. اشربي يا زينة وكفكي في الدم، الزمن كفيل بإصلاح كل شيء. غمرتني بعطفك وحنانك، آمل أن تتيحي لي الفرصة لأرد لك الجميل. اطمئني يا زينة، فسأشرب من يدك بالذات في ليلة فرحي. هذا أقصى ما أطمح إليه من شرف. فمازن تخلى عني رغم أني لا ذنب لي في مصرع والده. رحمته السماء، كان حكيما، لكن الأقدار عجلت بموته. كم كان متحمسا لزواجكما، وكم كان يحبك يا زينة. جاء بك إلى هنا؟ الشوق. ولكن في مجيئك مخاطرة، هل علمت بما حدث؟ من أجل هذا أتيت. كيف ألتقي بهميم؟ هل يمكنك مناداته؟ ألم تلتقي به في دربك؟ لقد ذهب بحثا عنك. لا، لم أره. وضح، اذهب، قلبي يحدثني بأن مصيبة ستقع. لا تقلقي، لا يمكنني أن أذهب قبل أن يستريح جوادي. فقد أنهكته وأنا أغض الخطى كي أقابل أخاك. هكذا إذن الغريب تسلل إلى جناح الأميرة. هل أستدعي الحرس يا مولاي؟ فليحاصر المكان ولكن بهدوء، إنه رجل واحد وسيفي كاد يصدأ في غمده. Thank you.
في قلعه. كيف رحلت وتركتني؟ كنا نراهن الزمن من منا يسبق الآخر، فكيف غافلتني ورحلت؟ أنا أذكرك دائما يا بدران، أذكر طيشنا، طموحنا، حبنا الكبير، تنافسنا الخفي على قلب المرأة الرائعة التي فقدناها. أنا حي رغما عني. الحياة والموت يا بدران وجهان لعملة واحدة. سرق تاجي، تسبب في قتل ولدي، وها هو الآن يحاول أن يقتنص زوجي نسرين كي يسكت الأصوات المحتشة. انتظرني يا بدران، أنا قادم إليك، لكن واجبا ينتظرني. سأعيد التاج إلى رأس ولدي هميم، سيضعه هميم فوق جبينه كي يسود العدل، كي يصلح أخطائي، يقتلع كل بذور الفساد التي بثها الطاغية في كل مكان. انتظرني يا بدران، أنا قادم إليك. انتظرني. لن أذهب قبل أن أنال قبلة كمكافأة لي على إخلاصي. هيا اذهب. لماذا أنت قلقة؟ هذه ليست أول مرة أتسلل فيها إليك. لا أدري يا وضاح، إنني خائفة كثيرا وقلقة، صار الموت يحوم حولنا. حسنا، إذا كان هذا يريحك سأذهب في الحال. سنكون أنا وهميم في انتظارك ليلة زفاف. إلى اللقاء. إلى اللقاء. لابد أنه فارس مغوار، فقد أشهر علي سلاحه منذ الوهلة الأولى. أرجوك يا سائلة، أنا استدعيته لأمر هام. هكذا يا أميرتي في بهيم الليل، هذا لا يليق بك. إنه صعلوك متآمر تسلل إلى القصر لاغتيالك. هذا كذب وأنت تعرف ذلك. إذا كانت شجاعتك كوقاحتك في الكذب فواجهني مواجهة الرجال. لا. حسنا، أرجوك
لا بأس بك، ولهذا أحبتك أميرة البلاد، أليس كذلك؟ لا يا سعد، أرجوك دعه يذهب في حال سبيله، لن تراه بعد الآن. هل عدت أنت أيضا كي تعذبني؟ إذن كلكم متآمرون ضدي. أعلم لماذا، لأنني سأصبح الملكة المتوجة وأم ولي العهد. لما عدت بعينيك الفارغتين من النور؟ لما؟ ألتطفئ أمام روحي الأمل وتزرع دربي بالوحشة؟ كلا، إنني أرفضك حتى ولو كنت أبي، إنني أنبذك، فلن يرضيني أبدا ما هو أقل من طموحي. انصرف عني أيها الكابوس، انصرف. ضمضم، لا أصدق عيني، لقد حزنت كثيرا لما أصابك. لماذا تقف صامتا هكذا؟ كيف دخلت إلى هنا؟ شئت لأقول لك كلمتين وأمشي. احذر زينة، إنها مستعدة أن تدوس هرما من الجماجم كي تصل إلى هدفها، وأنت أولها. عهدتك فارسا شهما وشريفا. ساعد أخوك نعم، ولكنه مجرم وطاغية. حميم هو الملك الشرعي بعد أبي، إن مات أبوه حقا، إن مات تذكر ما أقول وحكم ضميرك وستعرف وحدك طريق الصواب. هذا الكلام خطير يا عم ضمضم. حسنا، اجلس، لا أريد أن أفقدك مرة أخرى، انتظرني هنا. من؟ لا تقلق، هذا أنا. دعنا نذهب، لقد أنجزنا ما جئنا من أجله. هاي.
يأسى. ألم تريه؟ لا يمكن أن يكون قد ابتعد وهو فاقد البصر. لكنه مبصر. لا، بل كان أعمى. أنا أعرف ضمضم كما أعرف أبي رحمته السماء. ومن يتحدث عن ضمضم؟ إنني أتحدث عن الملك الزغل الذي كان هنا. تعالي. أطلق سراحه يا سيدي. لا، لن أسمح بذلك، فلقد أشهر سلاحه في وجهي على مرأى ومسمع من الحراس، فليبقى في السجن ليكون عبرة لمن يعتبر.